هو فعلا رحيل السيدة ملكة ملك لم يكن مسألة عادية، فقدان لشخصية بصمت بعملها الإعلامي مرحلة من تاريخ بلادنا من ناحية الإعلامية ببرنامج سياسي كان محطة لتكريس التعددية، محطة للتفاعل بين الفاعلين، مواكبة سياسات عمومية، مساءلة مصداقية الإصلاحات التي كانت في طور التبلور آنذاك في التسعينات، والدفع في تسريع الأخذ بها. ولهذا لم نكن إزاء برنامج سياسي، بل كنا إزاء برنامج سياسي عادي، بل أمام محطة يعني شكلت موعد للنخبة المغربية تتفاعل عبره مع مستجدات سياسية والإعلامية في بلادنا. ولهذا الرحيل هو مناسبة لتذكر خصال الراحلة والاسترشاد بها في المستقبل.